واكيد مكذبه بكتير قصص عليك. شو دخل ساهيل بكل هالقصة يعني؟ وليش لجانفي تعمل هيك؟ أنا ما بعرف ليش أنت مصرة دائماً إنه طالع جانفي مو ساده وإنه هي كذابة على طول. استني دقيقة. ماما اهدي شوي. أنا متأكد إنه جانفي ما أنا مخبية عني شي، بس إذا غانغا مصرة إنه نتأكد من هي القصة وين الغلط كمان؟ خلونا ندق لساهيل ونسمع شو بيقول. شكلهم هالاثنين عم يتآمروا على شي او في شي مخبينه، بس ما تكون مخططة هي وابني على شي وتسبب له مشاكل ما إله فيها. قد ما حاولتي تخبي، الحقيقة رح تنكشف بالأخير. وقت ميلادها لجانفي 10:45 الصبح. ليش شو القصة؟ الأمور منيحة ساغار؟ طبعاً إيه، ما في شي بالمرة. نحن بس بدنا نعبي شوية معلومات بالطلب، وجانفي مانا متأكدة. قلت لحالي انت بتعرف. شكرا، شوفك ساهيل. باي. شفتوا؟ انا ما كذبت، قلت لكم انه كذبت عليكم بالوقت، واكيد مكذبة عليكم بكتير شغلات. شكلها جانفي راحت عليها. هلأ لازم حاول انقذ حالي من هالورطة. لا مو معقولة، يعني عن جد كذبت علينا وما خبرتنا عن التوقيت الصح.